هذه النشرة برعاية جاستريبول اس اي موبلر دينتالي. زعيم المحافظين ينتقد تعاون حزبه في سكونة مع حزب سفاريا ديمقراطنا. الشرطة تتجه إلى رفع الحد الأدنى للعقوبات المتعلقة بجرائم العنف المشدد ضد النساء. أهلا بكم إلى نشرة الكومبس. رئيس حزب المحافظين أولف كريسترسون ينتقد تعاون زملائه مع حزب سفاريا ديمقراطنا في تقاسم رئاسة مناصب عدد من مجالس البلديات في سكونة. كريسترسون أكد في حديثه لصحيفة سيدسفينسكان أن حزبه لا يتعاون ولا يتفاوض مع سفاريا ديمقراطنا. تعاون حزب المحافظين مع سفاريا ديمقراطنا أتاح قيادة الحزبين لبلديتي هوربي وتريليبوري. المتحدثة الاقتصادية لحزب المحافظين إليزابيث فانسون تقول إن حزبها مستعد لتقديم مقترحه الخاص بالميزانية العامة للدولة للعام 2019 في حال لم يتم تشكيل حكومة جديدة قبل 15 من نوفمبر تشرين الثاني المقبل، وهو الموعد النهائي لعرض ميزانية السويد أمام البرلمان. سفينسون بينت أنه لا مشكلة إذا صوتت أطراف أخرى ضد ميزانية المحافظين، مع التأكيد على رغبتها برؤية ميزانية مشتركة لأحزاب التحالف الأربعة. بلدية مالمو تستعيد 18 مليون كرون من شركة أستر التعليمية بسبب التحايل الذي قامت به في العدد الحقيقي للمعلمين التابعين لها من الذين يدرسون في مدارس تعليم اللغة السويدية للبالغين الأجانب SFE. وكانت الشركة قد أصدرت فواتير مالية لرواتب عدد غير حقيقي لا يتناسب مع العدد الحقيقي الذي وظفته الشركة، ما تسبب بإلغاء العقد مع هذه الشركة. الشرطة السويدية تتجه إلى رفع الحد الأدنى للعقوبات المتعلقة بجرائم العنف المشدد ضد النساء إلى السجن لمدة عام كامل، وذلك من أجل تحسين التحقيقات في تلك الجرائم. المسؤولة في المركز الوطني لمكافحة جرائم الانتهاكات ضد المرأة اعتبرت أن مقترح الشرطة يشكل خطورة على النساء الضعيفات، فلا يلجأن إلى طلب المساعدة والرعاية خشية أن تقوم الشرطة بقراءة ملفاتهم الصحية. الإحصاءات الجديدة الصادرة عن المجلس الوطني للصحة تشير إلى أن عدد الوفيات من الأسلحة بين الشباب في السويد كان العام الماضي الأعلى منذ 30 عاما، حيث توفي 26 شابا دون سن 30 بسبب إصابات مرتبطة بالأسلحة. في المجموع الكلي شهد العام الماضي تسجيل 37 وفاة بالأسلحة النارية بين عامة السكان، وبين عامي 2008 و2013 كان هذا الرقم أقل من 20 حالة، وبدأ يزداد منذ العام 2014. أيضا إحصاءات جديدة صادرة عن مصلحة المدارس السويدية تبين أن هناك استمرار في تراجع نسب النجاح في جميع المواد لطلبة الصف السادس الابتدائي. ووفقا للأرقام فإن نسبة الطلبة الذين حصلوا على درجات النجاح في جميع المواد الدراسية في الربيع الماضي كانت 77% مقارنة بنحو 78% في العام 2017. أنتقل بكم الآن إلى درجات الحرارة المتوقعة لهذه الليلة ونهار الغد. إلى هنا وتنتهي نشرة أخبار الكومبس لهذا اليوم. لكم تحياتي وتحيات فريق العمل. إلى اللقاء.
هذه النشرة برعاية كاستريبول، اس اي موبلر، دينتالي.